السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين ومتتبعات قناة شانيل. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله وفي صحة جيدة. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد على القناة اللي كيك فيريرو روشر اللي كيجي رائع رائع وشكلا ومذاقا وجد جد بسيط في المقادير. وكنتمنى هاد الكيك هذا ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك والاشتراك في القناه والبارطاجي مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش يستافدوا تاهما من هاد الكيك هذه اللي تقدروا ديروا في لانيفيرسير في الاعياد والمناسبات وفي الحفلات المدرسيه. المهم كيجي زويون الصراحه الشكل ديالو وحتى في المقادير قلت لكم يعني ما فيش شي مقادير اللي كثيره. المهم خليكم مع الفيديو مع طريقه التحضير والمقادير. غنحتاجوا المقادير التاليه: 5 البيضات، المهم خليهم في المطبخ يعني بليله قبل بحراره المطبخ، انا شريتهم وخليتهم في الكوزينه. 165 غرام ديال سنيده سكر سنيده حبيبات، 165 غرام ديال الطحين ديال الحلويات من يعني جوده مزيانه مغربل، وواحد الفاني وشويه ديال الخميره ديال الحلوه بالنسبه للمبتدئات. غادي ديروا غير معلقه نص معلقه صغيره، اما اللي مولفه كديرها مع واخا درتها بلا خميره عادي. مهم نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات وخمسه البيضات و165 غرام ديال الطحين 165 غرام ديال سنيده وصافي. هنا غادي ندوزو نهرسو البيض صافي البنات. انا ما هرست البيض ديالي ما بغيتش باش ما نطولش في الفيديو ودرت سنيده كيف قلت لكم 165 غرام ديال سنيده، وغادي ندير الفاني. صافي غنخلطوهم بالخلاط الكهربائي. ضروري البنات في الجينواز غادي تحتاجوا ميزان ديال باش تعبروا المقادير وتحتاجوا الخلاط الكهربائي. من بعد البنات ما طلعت البيض ها هو كيف كتشوفوا شفتوا كيعاقد بحال لا كريم. واحد النصيحه البنات فاش تبغوا تخدموا لا جينواز ولا تطلعوا المورانغ حاولوا ديروا مول يكون صغير ومجموع هكا باش تحكموا في البيض باش يصدق لكم، سواء طلع لكم المورانغ ولا لا جينواز يصدق لكم، حيت هذا كيبان في الفيديو كبير ولكن راه صغير. مجربه درت في مول كبير ولكن ما كيبغيش يطلع لي البيض نهائيا، كنتعذب معاه وكنجي معاه بزاف ديال الوقت، ولكن في هذا دغيا كيطلع يعني في واحد 5 دقائق ولا دغيا كيطلع البيض. المهم كنصحكم مول يكون صغير على حساب باش تحكموا فيه. المهم من بعد ما طلعنا البيض كتشوفوا حاولوا ها نتوما على كترسموا فيه هكا كيبقى العجين ما كيهبطش كيتعطر ما كيهبط كيكون صافي ديك الساعه راه مخدوم. ودابا غادي نديروا الطحين شويه بشويه وغادي ندخلوا فيه الطحين لا جينواز وغادي نديرو الخمارة غير شوية وهنا غادي نبدا نزيد الطحين شوية بشوية ونحاولو ندخلو في العجينة ديالي غير بشوية باش ما نهرسوش البيض، يعني معلقة معلقة تندخلو الطحين كامل ودرنا معاه هديك الخمارة نيت وغادي ندخلوهم شويه بشويه حتى يتجمع لينا العجين. قلت لكم ما تخويوش الطحين كامل باش ما تهرسوش البيض، يعني معلقه معلقه
وصافي. وهنايا من بعد ما خلطت العجين ديالي غادي نخويه في مول. عندي هذا ديال لاجينواز الحجم المتوسط، وراني ديجا شاعلة الفران، وغادي نديروه من الفوق حتى يطيب. ونقصت العافية مهيلة باش يطيب على باش يطيب الكيك على خاطرها وصافي. كيف كتشوفوا معايا البنات، هذه هي لاجينواز ديالي بعد ما خرجتها قلبتها. دابا غادي نخشيها شويه في الثلاجه، في الثلج ماشي في الثلاجه الفوق، يعني في الفريكو. غنخليها واحد ساعه ولا ساعه ولا ساعتين تشد راسها حيت كتكون رطبه بزاف. عاد نقطعها لثلاثه ولا لجوج على حسب. غادي نقطعها لجوج يمكن، نتوما لجوج ولا ثلاثه، وعاد غندير ليها التزيين. خليكم مع الفيديو. وهنا البنات الكيك من بعد ما خرجته من الثلاجه قطعته كيف كتشوفوا، قطعته ثلاثه ديال الطبقات او جوج ثلاثه ديال المرسويات. وهنا غادي نحتاجوا شوكولا نوار، جبتها من الثلاجه داكشي اش دايره هكا. درت هاد الكالا هادي، وغادي نحتاجوا كاوكاو هنايا طحنته حمرته وطحنته، وغنحتاجوا كريم شونتيي والحليب طبيعة الحال باش نخلطوا الكريمة. وهنايا هاد فيريرو روشر باش نزوق بها، وهادي باش نحط عليها الكيك. ندوز لطريقة التزيين. اول حاجة غادي نديرو لاكريم لهاد لاطاخت هادي، من بعد عاد نزينو. اول حاجة غادي نخلطو هاد الكريمة هادي، درتها في الثلاجة قبل بردات شوية، وتا الحليب درتو تقريبا جمد هانتوما شفتو كاين القطع ديال الثلج صافي. هنا السيترون بقى منو، يعني درت غير كاس كاس كبير لي درت صافي. وغادي نخلطو هاد الكريمة هادي. من بعد ما طلعت لاكريم غادي نحط الطبقه الاولى، عفوا غادي ندير شويه لاكريم في هذيك اللعيبه اللي غنحط عليه الكيك ديالنا. وغادي نحط الطبقه الاولى وغادي نسقيها بالحليب. شحال ما سقيتو البنات راه مزيانه، يعني كتشرب وكتجي زوينه في المذاق، وما كتجيش يعني ناشفه، حيت الا ما سقيتو راه كتجي ناشفه. يعني ما تخافوش من الحليب شحال ما سقيتو شحال ما مزيان وصافي. غادي نسقيها مزيان كاع يعني من جميع الجوانب، وغادي نديرو الطبقه ديال لاكريم. حاولوا البنات ما ديروش طبقه ديال لاكريم صغيره وطبقه ديال الكيك كبيره، يعني حاولوا تجيبوهم قد قد باش هكا يجي الكيك مزيان، ما يجيش لاكريم كتر من الكيك ولا الكيك كتر من. ودرت انا شويه ديال الكاوكاو من هذاك اللي غنزين به، يعني غير شويه. وتزيين من الداخل ومن برا عفوا من الداخل كيبقى اختياركم، يعني ديروا اللي بغيتو. وغادي نزيد شويه ديال لاكريم على فوق داك الكاوكاو، حيت الا درت ديريكت راه غيلصق لي في الكيك الفوق. وغادي ندير الطبقه الثانيه، وغادي نسقيها بالحليب كذلك. كيف قلت لكم ما تخافوش من الحليب، يعني شحال ما سقيتو شحال ما مزيان. سقيو مزيان بحال الطبقه الاولى كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. هاد الكيكه البنات كيجي الصراحه رائع واقتصادي، ما فيش قوه المقادير. وغادي ندير الطبقه ديال لاكريم كيف قلت لكم، يعني يكونوا قد قد. بحال الطبقه الاولى يعني الكريم والكاوكاو. يمكن لكم ديروا الشكلاط، يمكن لكم ديروا القرقاع، اللوز، المهم اي حاجه ديروها، ماشي يعني ماشي بالضروره ديروا اللي غندير انا في التزيين او في الحشو. وغادي نزيد شويه ديال الكريم باش نغطيو داك الكاوكاو باش ما يلصقش لينا في الكيك في الطبقه الاخرى. وديما البنات الطبقه اللي كتكون عاطيه وجهها للمول من التحت هي اللي غتردوها لفوق،
واللي كانت يعني باينه تردوها من التحت حيت كتحيدي لها داك الوجه ديالها ما كتجيش مقاده مزيان. وراي البنات راه مشى ليا الفيديو داكشي علاش ما لقيتوش نهائيا فاش قطعت شويه من التحت. وعاوتاني غادي يكمل صاف التزيين كتجي زوينه وسهله. وانا غادي نقاد الكيك ديالي من الجوانب وغادي نغطيه بالكريمه النيت، يعني واخا ما تغطاش البنات بزاف ماشي مشكل. من بعد هاد البنات هادي ما كديتها، يعني واخا كتبان شويه راه غنغطيها مزال بالشكلاط، يعني ماشي بالضروره تغطى كامله. واستعملت هاد التزيين ماشي في التزيين باش كديتها بهاد الموس هذا، كنصحكم بها البنات صراحه زوين. وكان اللي كبير عليه يعني تخدموا به لي طارت الكبار، وكان هاد الصغار هادو كيجيو باكي كيجيو فيها ثلاثه، راه ديجا كنت شاركتهم معاكم. وهذا باش قطعت انا الكيك صراحة زوين، هاد المنشار هذا حتى هذا زوين الصراحه كينفع بزاف كنصحكم به. وصافي البنات دابا غادي ندوز اخر تزيين غنديرو هو الشكلاط هادي، غندوبها في ميكرو اوند وغادي نرجع معكم باش نكملو التزيين. من بعد البنات ما دوبت الشكلاط هي كيف كتشوفوا، زدت معها معلقه ديال هاد النوتيلا هادي باش تعطيها لوكو زوين. وغنبدا نزيد هاد كاوكاو شويه بشويه بحال هكا. وغنبدا نخوي على الكيك والكيك كتشوفو درتو على هاد اللعيبة هادي بحال هاكا. غنغطيو الكيك كامل نزيد شويه هنايا باش هكا تغطى لينا الكيك كله. حطوا على هاد الحديده البنات اللي عندكم ديال الفران باش يهبط داكشي يجي نقاد. حاولوا تملسوها من هنا باش ما يجيش جهه طالعه وجهه غابطه ولا صافي. وغادي نخليها تستقطر كامله، عاد غنخليوها تنشف شويه عاد غنزينوها. كتشوفوا البنات زينتها بهذا الشكل هكا، درت كنشطت عليها الشوكولا درتها لصقت فيها هاد فيريرو روشر ودرت هاد جوج يعني باقي مغطيين وصافي. هذا هو الشكل النهائي كتجي الصراحه رائعه. مهم درت على الشكل ديال الفيريرو روشر من الحجم الكبير. مهم هنايا كنكون ساليت الفيديو ديالي، كنتمنى يعني تعجبكم هاد لاطارت هادي وتقدموها لوليداتكم وجد سهله ما فيهاش شي حوايج يعني مكلفه. وما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو وتهلاو فراسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. وما تنساوش بارطاج تهلاو فراسكم.